الحوار المباشر. جرأة في الحق، صدق في العرض، محبة في الحوار، واحترام للرأي الآخر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من حلقات هذا الشهر من برنامج الحوار المباشر. وما زلنا مستمرين منذ شهور في سلسلتنا سيرة الإمام المهدي والمسيح الموعود حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام. كنا قد بينا في الحلقات الماضية أن حضرته بعد تأسيس الجماعة بما يقارب العام، أنبأه الله سبحانه وتعالى بأنه هو المسيح الموعود نزوله في الأمة، الذي أشار إليه القرآن الكريم وأنبأت به الأحاديث الشريفة، وأن عيسى عليه السلام قد توفي وفاة طبيعية عادية كسائر الناس والبشر، وأنه لا حقيقة لحياته في السماء بتاتا، وقدم الأدلة القرآنية وأدلة الحديث الشريف وغيرها من الأدلة على ذلك في كتابه إزالة الأوهام. وبعد هذا الإعلان بدأ حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام جولته التبليغية بهذه الدعوة، وتوجه إلى مدينة لوديانا. مدينة لوديانا هذه مدينة كانت مركز للعلوم، مركز للمثقفين، وأيضا لاهور وبتيالا وغيرها، وطلب من العلماء أن يناظروه في مسألة ثبوت وفاة المسيح عيسى عليه السلام ثم في دعواه. ولكن بما أن العلماء كانوا مستيقنين أن هذه العقيدة، أي عقيدة حياة المسيح عيسى عليه السلام في السماء، لا سند لها في القرآن الكريم ولا في الحديث الشريف. مشاهدينا الأكارم، انتبهوا، هذه العقيدة لا سند لها في القرآن الكريم ولا في الحديث الشريف. فقد حاولوا هؤلاء المشايخ العلماء كما هم اليوم أيضا الفرار من هذه الدعوة إلى المناظرة بوسائل شتى، منها إثارة الفتن ومحاولة التشويش وتحريض العامة والغوغاء على حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام. وأخيرا تحت الضغط استجاب المولوي محمد حسين البطالوي للدعوة لحفظ ماء وجهه وماء وجه العلماء الآخرين، وتقرر عقد مناظرة، مناظرة لوديانا. ورأينا أنه بدلا من أن يدخل في صلب الموضوع
أخذ يراوغ ويحاول يحول المسألة إلى سؤال حضرته عن عقيدته في إيش؟ الحديث إجمالا وفي البخاري ومسلم. ودارت أحداث المناظرة الخطية التي قدمت لنا درة من درر مؤلفات حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام، المسيح الموعود والمهدي المعهود، وحلت بصورة رائعة الإشكال والخلاف حول حقيقة الحديث ومكانته ومنزلته. وقد بيّن حضرته حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام أن الحديث إنما هو شاهد للقرآن والسنة وخادم لهما، ولا ينبغي أن يقدم عليهما، وأن هذه كانت عقيدة المسلمين عامة، وأن عقيدة حضرته في الحديث هي أن تتوافق تماما مع الكتاب والسنة وما درج عليه علماء السلف، ومع أن البطالوي لم يدخل في صلب موضوع المناظرة إلا أن مشيئة الله سبحانه وتعالى أدت إلى الوصول إلى هذه النتيجة التي كانت ذات فائدة عظيمة. يعني بعض نتائج أعمال الخصوم تظهر لنا أمور فيها فائدة عظيمة ونتائج عظيمة وفيها فائدة. بعد ذلك وبعد افتضاح محاولة البطالوي للتهرب، وبعد أن شعر العديد من الناس وخاصة الزعماء الشرفاء من المسلمين أن هذا التهرب وكذلك الممارسات الخاطئة غير الأخلاقية التي وجه بها حضرته إنما تفيد أن الجميع عاجزون أمامه، قرروا ماذا قرروا أخيرا؟ أن يستعينوا بأحد المشايخ لمناظرة حضرته في دلهي، بعد أن وصل إليها حضرته طالبا المناظرة، وبعد أن تهرب المولوي نذير حسين الذي كان معروف يعني عالم كبير جدا في الهند، ليس فقط الشيخ نذير حسين عالم الكل وأيضا ومن حوله من تلاميذه، وكانت أحداث مناظرة دلهي التي سنتطرق إليها اليوم إن شاء الله العزيز، وكذلك غير ذلك من الأحداث الهامة التي سنتناولها إن شاء الله تعالى. فأرجو من الجميع الاستماع للفائدة العظيمة، لأن هناك في هذه المناظرات قد أظهر المسيح الموعود عليه السلام مواضيع مهمة جدا تفيد الأمة، وأحل إشكالات كانت عالقة منذ على مدى التاريخ الإسلامي، وخاصة ما ذكرناه في الحلقة الماضية عن الحديث وأمور أخرى سوف نأتي لبيانها. مشاهدينا الأكارم، يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم إما عبر الهاتف أو المشاركة الحية عبر موقعنا islamahmadiyya.net. أيضا الدعوة للجميع لجميع المشايخ الذين يعتقدون بحياة عيسى عليه السلام في السماء، وأنه سوف بجسده العنصري وأنه سوف ينزل من السماء هو بنفسه، فتفضلوا، لأننا نحن نعتقد بأن عيسى عليه السلام كما ذكرت في المقدمة توفي وفاة طبيعية عادية كسائر الناس والبشر، وأن المسيح المنتظر هو واحد منكم أيها المسلمون وليس من خارج الأمة الإسلامية كما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم وفيكم يا مسلمين. الآن إلى السؤال، وطبعا أرحب بضيوفي الأكارم الأستاذ محمد طاهر نديم والأستاذ تميم بدقة والأستاذ فتحي عبد السلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. رغم المعارضة الشرسة التي لقيها المسيح الموعود عليه السلام في دلهي، يعني كانت كما ذكرنا في الحلقة الماضية ويمكن أن تعودوا للحلقة الماضية الحالة كيف أن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينجي
حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل، يعني كانت هناك مؤامرة لقتله. مع ذلك إلا أنه كان هناك بعض الشرفاء، بعض العقلاء المثقفين الذين لم ترق لهم تصرفات الغوغاء من الناس تجاه المسيح الموعود عليه السلام. كيف ظهر هذا أستاذ تميم؟ فتفضل. بارك الله فيكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما هي سنة الله تبارك وتعالى والتي لن تجد لها تبديلا، تجد أن النبي أو المبعوث السماوي يأتي بالبينات، يأتي بالأخلاق، يأتي بالسيرة الطيبة العطرة، يأتي بالفضائل والمكارم، بينما يواجهه معارضوه وأعداؤه بالسوء والفحش والسخرية والتصرفات القبيحة التي تدل على انحطاط المعارضين وعلى ضرورة بعثة هذا المبعوث لإصلاح أحوالهم الأخلاقية. فكما رأينا، فقد واجه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الكثير من المعارضة الشرسة والتي تورط فيها المعارضون بأعمال سخيفة وخبيثة ويعني منحطة لا تليق بالكرماء والشرفاء. فمن ضمن هذه التصرفات، عندما كان حضرته في دلهي، كان هنالك صحفي مشهور، وكان هذا الصحفي ليس مجرد صحفي عادي، وإنما كان مؤلفا ومترجما للقرآن الكريم، يعني كان قد ألف عددا من الكتب وترجم القرآن الكريم وصحيح البخاري، وكان اسمه المولوي أمراء ميرزا صاحب حياة الدهلوي، أمراء ميرزا صاحب حياة الدهلوي، وكان هذا حيرة الدهلوي. وكان هذا الشخص، تخيلوا أنه من ناحية ترجم القرآن الكريم وصحيح البخاري، كان مولعا بالثقافة الغربية. وقلنا إن الوقت في ذلك الزمان كان وقت دخول الفلسفة الغربية إلى الفكر الإسلامي لتدمير الفكر الإسلامي في قالب وكأن هؤلاء الناس يدافعون عن الإسلام، وكان من رواد هذه الحركة هو سيد أحمد خان، إذ كان ينظر إلى الإسلام على أنه عبارة عن ثقافة وهوية لمسلمي الهند، ولكن هنالك كثير من الأمور التي لم تعد صالحة من يعني صالحة لكي تنهض بالأمة الإسلامية عموما وبمسلمي الهند. فكانوا يرون بأنه لا بد من التخلص من الثقافة الإسلامية أو من العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة هذا التقدم، ونستبدلها بالثقافة الغربية، وبذلك ستنهض الأمة. وهذا في الواقع هو تيار يعني كان مستشريا واستمر منذ ذلك الوقت، وحتى في البلاد العربية كان موجودا، حيث أن هنالك كثير من السياسيين ومن رواد بعض الحركات التي حدثت في بعض الدول العربية والإسلامية وغيرها، كانوا يرون أننا لن نتقدم إلا إذا تخلصنا من الإسلام ومن القيم الإسلامية. معروف مثلا حدث ذلك في تركيا على يد مصطفى كمال أتاتورك، مثلا في بلاد البلاد العربية مثلا نعرف هذه الحركة موجودة، كانت في تونس وفي غيرها. فالمهم، هذا الشخص كما قلنا من هذا التيار، فماذا فعل هذا الشخص؟ ماذا فعل؟ هل قال بأنني بحكم علمي وفهمي وبحكم اطلاعي على القرآن الكريم وبصفتي قد ترجمته، لدي الحجة والبرهان لكي أرد على الميرزا غلام أحمد القادياني عليه الصلاة والسلام، وأنا الذي ترجمت صحيح البخاري، فأنا أعلم أن هنالك أحاديث تفيد بحياة المسيح؟ لم يقل أي من هذا، وإنما قام بطباعة إعلان، وهذا الإعلان كان إعلانا سخيفا، وصعد على منارة اسمها منارة فتح قرة، وأمسك بنسخ من هذا الإعلان وقال إنه أنا المسيح الحقيقي، وهذا الذي جاء إلى دلهي فهو دجال. يعني سخرية
كلام فارغ، يعني أنا المسيح الحقيقي وأنا الآن على المنارة وأنا أخبركم بأنني يعني بأن الذي جاء إلى دلهي هذا ليس هو المسيح الحقيقي. طبعا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أنب أهل دلهي كثيرا على هذا التصرف السخيف وعلى قبولهم لأن يقوم شخص بالاستهزاء والسخرية بهذه الطريقة، وذلك في إعلان أصدره بتاريخ 23/10/1891. لم يكتفي هذا الشخص بهذا التصرف السخيف، وإنما انتحل صفة ضابط شرطة ولبس لباسا مزيفا لضابط شرطة، وجاء إلى حضرته وقال له إنني من الشرطة ولدي أوامر أن أسألك لماذا أتيت إلى هنا وكم ستقيم ومن سيكون مسؤولا إذا حصلت فتنة وغير ذلك، ويعني أراد أن يستجوبه. وثم قال له عليك أن تخرج، نعم قال له عليك أيضا أن تخرج من دلهي فورا وإلا ستواجه عواقب وخيمة. طبعا المسيح الموعود لم يهتم به ولا بكلامه، وطلب أن يستوضح من أمره من أمر هذا الشخص من أحد ضباط الشرطة وهو سيد أمير علي. فعندما علم بذلك أو شعر بذلك فر هاربا كي لا يفتضح. فهذا يدل على نوعية هؤلاء الناس الذين كانوا يعارضون حضرته في ذلك الوقت. طبعا النبلاء والأشراف قالوا بأنه فعلا هذه التصرفات لا تليق بنا، وهذه التصرفات في الواقع تقيم الحج علينا، لأننا إذا كنا نؤمن بأن حياة المسيح جزء من العقيدة الإسلامية، حياة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في السماء جزء من العقيدة الإسلامية، فكيف إذا جاء شخص كريم محترم ومعه رفقة من أصحابه جاء إلى دلهي وطلب المناظرة في وفاة المسيح، وبدلا من أن نناظره ونثبت له أن المسيح متوفى وفقا للقرآن الكريم والحديث الشريف واجهناه بهذه الطريقة، فهذا ماذا يعني؟ الناس سيفهمون بأنه لا حجة لدينا، وسيفهمون بأن المسيح توفي، وهذا سيؤدي إلى كارثة. قلت أنه يريد أن يثبت أنه توفي، ويريد أن يثبت أنه في السماء. المهم هو لا يقول، هو إذا أثبت، إذا يعني هذه التصرفات ماذا أدت؟ أدت هذه التصرفات إلى أن الناس سيقتنعون بأن المسيح توفي. لماذا؟ لأنه ليس لديهم حجة للرد عليه. فبما أنهم يؤمنون بأن المسيح حي في السماء ويظنون أنها جزء من العقيدة الإسلامية، لذلك قالوا بأن تصرفاتنا تثبت أن المسيح توفي، وهذه كارثة علينا. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء يناظر فيه الميرزا غلام أحمد القادياني. فالذي حدث أنهم تحركوا لكي تجري هذه المناظرة لإنقاذ أنفسهم، فبادر نحو هذا الأمر شخص اسمه، يعني هو اسمه المولى اسمه أو هو صاحب شركة علي جان، وطلب أن يأتي المولوي محمد بشير البهوبالي للمناظرة، فلبى هذا الشيخ الدعوة ووافق عليها، وسنرى ما الذي حدث بعد ذلك وكيف جرت الأمور. نعم، مع أن هناك أحد الإخوة يقول أنهم من الضروري أن يتبع هذا الشرح موضوع الحديث، مع أن تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، أن حتى تترتب الأفكار كيف نأخذ بالأحاديث حتى يصبح عندنا نوضحه سريعا. طيب بالنسبة للحديث، المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قال بكل وضوح إن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية التي هي تفسير للقرآن الكريم وتوضيح وتطبيق للقرآن الكريم هما ركن العقيدة والأحكام والتشريع الإسلامي، يعني هما مقدمان على كل شيء، القرآن أولا والسنة العملية التي هي شارحة للقرآن الكريم. أما بالنسبة للحديث فهو خادم وهو شاهد للقرآن والسنة. الحديث لا يمكن أن يكون حكما على القرآن والسنة كما يقول أهل الحديث، بل منزلته هي منزلة الشاهد وليس القاضي. يعني لاحظ أنه كيف استبدل المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذه الألفاظ التي اختاروها، هم قالوا قاضي، السنة قاضية على القرآن، وقصدوا بالسنة الحديث، فهو قال لا، هو شاهد، القرآن هو الذي يجلس على مجلس القضاء وهو الذي يحكم ويفصل، بينما الحديث
يقول بالفعل أنا أصدق ذلك لأن هذا حدث وحدث وحدث. يجب أن نوضح موضوع أننا نحن نعتقد أن السنة يعني شيء والحديث شيء. نعم، يعني السنة العملية هي في الواقع تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام الذي جاء في القرآن الكريم، وهذه السنة ليست منقولة لنا من خلال الحديث وإنما منقولة لنا بالتواتر العملي، فهذه السنة هي في الواقع ثبوتها قطعي، وهي لم تأتينا من خلال الروايات، بينما الحديث هو في الواقع عبارة عن الأخبار، يعني يمكن أن نقول هو حصرا الأخبار التي والأنباء التي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها أمورا معينة، فبناء على ذلك عندما ننظر إلى هذه الأخبار لابد أن نردها للقرآن وللسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك فيما يتعلق في جانب الأحكام لا يمكن أن نأخذ حكما من حديث ليس ثابتا في السنة، لأن السنة هي التي ثبتت هذا الحكم. أما فيما يتعلق في الأخبار فكل خبر جاء في الحديث لا يتناقض مع أخبار القرآن الكريم لا يتناقض تناقضا حقيقيا، هذا شيء مهم جدا فلا بد أن نأخذ به. أما إذا تناقض تناقضا حقيقيا بعد أن حاولنا مرارا وتكرارا أن نوفق بينه وبين خبر القرآن الكريم فيجب أن يترك جانبا، فهذا هو المبدأ بشكل عام. جزاكم الله أحسن الجزاء. من هو هذا الشخص الذي نظم عقد المناظرة في دلهي، وما قصة دعوته للشيخ المولوي محمد بشير أستاذ فتحي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي التقي الصفي الزكي وعلى آله ومن آله خادمه مسيحه الموعود عليه الصلاة والسلام. كان هناك شركة اسمها شركة علي جان. شركة ايه؟ علي جان. علي جان، نعم. لصناعة الطرابيش. صاحب هذه الشركة هو صاحب شركة ولكنه مهتم بالدين، فكان هو من طائفة أهل الحديث. وهذا الإنسان كان عنده اليقين الشخصي بأنه أولا لا يوجد أحد في دلهي مستعد للمناظرة والدفاع عن قضية حياة المسيح في السماء، وبالتالي أحس إحساسا كاملا أن الخطب والإعلانات سوف تكثر ويعني بلا طائل بدون الدخول في عمق الموضوع، وكان على يقين أيضا بأن مسألة حياة المسيح في السماء التي هي مذهبه الشخصي هذه المسألة تستحق أن يدافع عنها في مناظرة، وأنها أمر إسلامي وأنها موجودة في هو في رأيه وأنها ثابتة بموجب القرآن والسنة أو القرآن والحديث، وبناء عليه يعني عدم وجود عالم من هذه الدولة من الهند يدافع عن هذه القضية هو يرى أنها خسارة للقضية وضياع للقضية وتعرضها للضياع، فغيرة منه منطقية على هذا الأمر قرر أن يبحث خارج دلهي عن عالم يقبل المناظرة الخطية في قضية موت المسيح عليه السلام. من هو الشخص الذي وقع عليه اختياره
هو المولوي محمد بشير. المولوي محمد بشير كان من مدينة سيسوان في الهند. لو تكتبوا كلمة سيسوان هيطلع لكم هذه المدينة، مدينة هندية كبيرة، وهي مدينة سياحية أيضا، ويعني لها شأن الآن. هذا الإنسان المولوي محمد بشير كان يعمل في دار النشر التي يملكها نواب صديق حسن خان، نواب صديق حسن خان من مدينة بهوبال. كان يعمل معه في دار النشر المولوي محمد أحسن الأمروهي. محمد أحسن الأمروهي، يعني هذه الأسماء مهمة، سوف نأتي لبيانها ماذا فعل، كيف اختير يكون أول داعية في البنجاب. نعم نعم. محمد حسن الأمروهي ومحمد بشير كان يعملان بدار النشر، كان لهما موقف معين. عندما أعلن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أنه هو المسيح الموعود للأمة، لأن سيدنا عيسى ابن مريم النبي الإسرائيلي عليه الصلاة والسلام قد مات ولا عودة للأموات من الجنات التي فيها الأنبياء فلا يخرجون من الجنة، وبناء عليه فإن قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وفي رواية مسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم منكم. إذن لكي نجمع ما بين حقيقة موت عيسى عليه السلام وعدم عودته إلى الدنيا، وكيف ونجمع ما بين نص الحديث الصحيح لرسول الله عليه السلام الراسخ في الصحاح كيف أنتم إذا نزل ابن مريم، أن ابن مريم شخص آخر وعدنا به، ليس النبي الإسرائيلي، وإنما هو رجل مسلم منا يصطفيه الله سبحانه وتعالى ويسميه المسيح وعيسى وابن مريم، هذا هو الذي وعدناه. عندما أعلن بهذا وأنكر العلماء، طبعا نحن نعلم أنه بعد تأليف البراهين كان علماء الهند يحترمون المسيح عليه السلام، يحترمونه جدا، وكان ممن يحترمه محمد حسن الأمروهي ومحمد بشير والبطالاوي أيضا طبعا. ولكن عندما أعلن إعلانه أنه مسيح الله الموعود عليه الصلاة والسلام انسحب البطالاوي وتمرد. ونأتي الآن إلى ذكر هذين العالمين. إيه اللي حصل؟ أنهما الكلام ده لسه بقى قبل أن يرسل صاحب شركة علي جان لمحمد بشير. بنقول إيه اللي حصل بعد أن أعلن مسيح الله الموعود أنه هو المسيح الموعود. قابلوا بعض وأخذوا يفكروا. قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فبناء على تفضيل النقاش المنفرد بدأ يتكلمان معا في هذا الإعلان. النقاش كان يفلت منهما، فكان يتناقشان أمام الناس، يمر عليهم الناس وهم يتناقشون علنا. فاقترح المولوي محمد بشير أنه الأفضل أن نتناقش في داخل البيت في خلوة حتى لا يهيج الناس، لأن الناس كانوا معبئين برفض العلماء، والعامة تبنوا وتمنوا ألا يكون هذا الإنسان المسيح الموعود،
وكانوا يشجعون كل من يقول ليس هو المسيح الموعود. هكذا من شهوات النفس و يعني النفرة من البيعة ومن قتل نفس الأمارة ومن الاستقامة ومن ألا يؤذي أحدا من خلق الله، طبعا بنود البيعة بنود رجولة. فالذين طبعا يريدون الحياة الدنيا وزينتها لا يريدون لهذا الأمر أن يتم، ولا لهذا المسيح أن يكون هو الموعود. فما الذي حدث؟ بدأ الحوار في بيت مولانا محمد أحسن الأمروهي، وأقسم الاثنان، أقسم أنهما سيتقبلان ما ثبت بالدليل الصحيح. في البداية قرأ المولوي محمد أحسن الأمروهي كتيبا كان كتبه، ولم ينشر هذا الكتيب، اسمه إعلام الناس، يرد فيه على المولوي عبد الحق الغزنوي المعارض لمسيح الله الموعود، يرد عليه ويتكلم عن إثبات وفاة المسيح. قرأ المولوي محمد أحسن على محمد بشير هذا الكتيب، وقال له عندما وأنا أقرأ عندما توافقني نستمر، وعندما تجدني أخطأت فأوقفني حتى نصحح أو أرجع عن رأيي مثلا أو أتناقش. ما الذي حدث؟ محمد بشير وافق على الكتيب ولم يوقفه إلا في فقرة واحدة، هذه الفقرة شطبها محمد أحسن الأمروهي رضي الله عنه. وبعد ذلك المولوي محمد بشير جاءته أفكار مؤيدة لفكرة وفاة المسيح، فاقترحها فضمها المولوي محمد أحسن، ضمها إلى الكتيب. إذن محمد بشير وافق على الكتيب والجملة التي اعترضها موحيت، وهو أضاف من عنده جملا يوافق على موت المسيح. ماذا بعد؟ شوفوا بقى كيف يتحكم العامة في العلماء، وكيف تتحكم محبة الدنيا والجبن وخوف المواجهة والاستعانة بالله. المواجهة معناها إيه؟ عندما تواجه هتضطر كعالم أنك تستعين بالله وتظهر قوة الاستعانة، وهذا يحتاج إلى رجولة القلب. فانظروا ماذا حدث. شاع بين الناس، الناس لما لقوا هؤلاء كانوا يتكلمان علنا، هؤلاء هذان كانوا يتكلمان علنا والناس يسمعون، فلما رأوهما يخلوان خمن الناس أنه لماذا يخلوان، لا بد أنهم يوافقون مرزا غلام أحمد في دعوة عليه الصلاة والسلام. فأشيع بين الناس أنهما صارا قديانيين، اعتنق أفكار القدياني. وطبعا أهل البلد قالوا لا نريد لبلدنا أن يكون فيها هذا الفكر. فما الذي حدث الآن؟ يعني هو كأن الله يقول لهما اتخذا قراركما. محمد أحسن الأمروهي رضي الله عنه قرر وبايع المسيح الموعود عليه السلام، ذهب وبايع. المولوي محمد بشير لم يجد في قلبي الشجاعة على أن يصنع ذلك. وماذا بعد ذلك؟ الناس صاروا يقولون إن هذا بايع وهذا منتظر، وهذا منتظر، وفي الأخير سوف يكون مع القديان. ما الذي حدث؟ محمد بشير وجد نفسه في ورطة. الآن هو يعني ليس عنده الجرأة على أن يعلن الرأي الذي هو فعلا كان في قلبه، والناس الآن يتهمونه ويقولون يعني إيه أتباع القديان يخرجوا من البلد. فبدأ لكي يصرف أفكار الناس ويمسح ما في ذهن الناس،
بدأ يلقي أفكار محاضرات ضد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لكي يمسح من فكر الناس إيه إن هو. فلما أرسل إليه صاحب شركة علي جان وقال له نرى أنك من العلماء الكبار ونرى أنك، لا هو لم يكن يعلم التفاصيل، هو علم أنه يلقي محاضرات فقط ضد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فخير إليه أنه يصلح لكي يناظر فأرسل إليه. فلما أرسل إليه اعتبر المولوي محمد بشير هذه الرسالة وهذه الدعوة طوق نجاة، طوق نجاة له لكي يثبت بها ويبرئ الساحة تماما، يثبت بها أنه لا علاقة له بهذه الفكرة ولا بتأييدها. وطبعا الشيطان قال له وتنال شهرة وأنت الذي نظرت وكذا وتحقق بعض الطموحات المادية وهكذا للأسف الشديد تفتن الدنيا العلماء وتضحك الدنيا على العلماء. نعم جزاكم الله أحسن الجزاء. وهكذا فقد لبى الشيخ الدعوة وحضر إلى دلهي للمناظرة وكان له لقاء مع المشايخ هناك. فماذا حدث وكيف جرت الأمور في دلهي حيث كانت يعني تغلي كل دلهي تتحدث عن مجيء المسيح الموعود إلى دلهي وينتظرون نتائج هذه المناظرة؟ أستاذ نديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما سمعتم أن هذه الأجواء أن مولوي محمد بشير في الحقيقة لبى دعوة المناظرة لأنه اشتهر بين الناس بأنه دخل في اعتنق الديانة القاديانية كما كانوا يقولون، وهو سوف يعلن عما قريب. فأراد من خلال إلقاء المحاضرات المضادة ضد سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن ينفي ذلك، ولكن هذه الأفكار أصبحت قوية ولم يستطع أن يدافع عنه بشكل كامل. فوجد هذه الفرصة عندما وجهت إليه دعوة للمناظرة، وجد هذه الفرصة سانها لكي يبرئ ساحته وينفي تماما بأنه لم يصبح أحمديا وهو معارض للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وربما كان يفكر بأنه سيحقق انتصارا من خلال هذه المناظرة ويصبح شيخا كبيرا أكبر مما هو كان معروفا في ذلك الوقت. فهنا تشجع وقبل دعوة المناظرة جاء إليه بعض المشايخ، لأن المناظرة كيف كانت؟ المناظرة كانت حول حياة المسيح ووفاته، لو كان حول موضوع آخر لربما شجعه المشايخ، ولكن حول هذا الموضوع هم كانوا يعرفون أنهم لا يستطيعون أن ينتصروا في هذا الموضوع البتة، فليست لديهم أدلة لكي يثبتوا حياة المسيح عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن والأحاديث النبوية. فعندما رأوا أن مولوي محمد بشير قد تشجع وقبل دعوة المناظرة حول هذا الموضوع جاءوا إليه وقالوا له طيب أنت قبلت المناظرة وأخبرنا ما هي الأدلة التي لديك التي تريد أن تقدمها أمام ميرزا غلام أحمد وتريد هزيمته وتنوي هزيمته من خلال هذه الأدلة القوية. فقرأ المولوي محمد بشير آية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال هذه هي الآية الوحيدة وهي كافية لهزيمة الميرزا. فقال له المشايخ هذه الآية لا يستنبط منها حياة المسيح
إشارة أو كناية، وموقفك ضعيف، ونحن بالتالي نتبرأ منك ولسنا معك في هذه القضية، ولن يؤثر فينا انتصارك أو هزيمتك مطلقا، يعني تخلوا عنه. لكن لم يبالئ المولوي محمد بشير بموقف المشايخ، وأرسل الطلب إلى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بأن يناظره حول قضية حياة المسيح ووفاته ونزوله. فوافق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فورا على هذا الطلب، ووضع أرسل له 5 شروط للمناظرة، وهي أن المناظرة ستكون خطية، ثانيا أن يكتب كل فريق 5 مقالات، وثالثا أن المولوي محمد بشير سيكتب المقال الأول، هو سيبدأ، والمناظرة ستبدأ أولا بموضوع حياة المسيح ووفاته، وبعده عن نزول المسيح عليه السلام، وأخيرا حول صدق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، صدق دعواه بكونه هو المسيح الموعود في هذه الأمة. وثم في الأخير قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بأن تبدأ المناظرة في يوم 23 أكتوبر 1891. بحسب هذه الشروط، وهي كانت مقبولة من الطرفين، بحسب هذه الشروط قد بدأت المناظرة في هذا التاريخ المحدد، أي 23 أكتوبر صباحا. وكانت قد أُقِدت هذه المناظرة في مبنى كبير كان له طابقان، العلوي والسفلي، وجاء مع سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مولانا مولوي عبد الكريم سيالكوتي ومنشي عبد القدوس، وهذا لم يكن أحمديا، كان محرر لجريدة اسمها صحيفة قدسي، وهو كان خبير في الكتابة الصريعة، وجاء لكي يساعد، وكان يكن احتراما للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، كما كان قد جاء مع المسيح الموعود عليه السلام منشي زفر أحمد وبير سراج الحق وعدد من صحابة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الآخرين. وكان المسيح الموعود عليه السلام جالس في هذا المبنى، في هذه الدار، وإذ جاء مولوي محمد بشير أيضا بحسب الموعد، جاء برفقائه، فنزل حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من الطابق العلوي للقاء مولوي محمد بشير، وتبادل التحية وتصافح وتعانك، ثم جلس الجميع. ونوى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أحب أن يلقي كلمة قبل بدء المناظرة، فألقى خطابا يعني عن حول دعواه، ووجه هذا الكلام إلى مولوي محمد بشير ورفقائه، ولم ينهي المسيح الموعود السلام، ربما وصل إلى نهاية خطابه، ولكن مولوي محمد بشير قام قبل نهاية خطاب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، واستأذن وقال: أنا أريد أن أجلس في الزاوية لكي أكتب مقالي، المقالة الأولى. فوافق حضرته، وبدلا من أن ينتظر هناك صعد إلى الطابق العلوي، وقال لأحد رفقائه بأنه عندما ينتهي مولوي محمد بشير من كتابة هذه المقالة الأولى فآتني إياها لكي أكتب الرد. فلما سلم المولوي محمد بشير هذه المقالة الأولى، ومعظمها كان قد كتبها يعني سابقا، لأن هذه المقالة الأولى كان قد كتبها في بيته وجاء بها هناك، ويعني رتب الأمور وأرسل إلى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. فألقى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام نظرة سريعة على هذه المقالة وبدأ يكتب، كتب سريعا 2 صفحات وأرسل مع أحد أصحابه لمولوي عبد الكريم سيالكوتي، وهذا عبد القدوس الذي هو كان رئيس مدير جريدة صحيفة قدسي الذي كان يكتب سريعا، أرسل إليه لكي يبيض المقال. وهكذا كل ما كان أنجز كان يرسل، وهؤلاء كانوا يبيضون.
واستغرب هذا عبد القدوس الذي لم يكن أحمديا من سرعة الرد ومن غزارة علم المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ويعني من سرعته كيف يكتب بهذه السرعة، لدرجة أنه شك أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ربما كتب هذا الرد مسبقا، فلذلك كان يجس بأنامله هذا الحبر لكي يعرف هل هو طازج أم أنه كتب سابقا. فقال له أحد صحابة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام منشي ظفر أحمد: إذا كان هذا الرد قد كتب عويد مسبقا فهذا يعتبر يعني معجزة بحد ذاته، بأنه كيف عرف أن مولوي محمد بشير سوف يكتب كذا وكذا وأنا سأرد عليه بكذا وكذا. فكان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يكتب سريعا، وهذا يدل على غزارة علمه وتأييده من خلال وحي الله سبحانه وتعالى. فلما يعني لاحظ عندما قرأ المولوي بشير هذه الأدلة ولاحظ قوة التعليف المحيرة لسيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، اضطر من المسيح الموعود عليه الصلاة أن يلتمس من المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن يكتب الرد من بيته ويأتي لكي يسلمه. فرغم أنه لم يكن في الشروط هذا الأمر، ولكن نزولا إلى رغبته قبل المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن يكتب في بيته الرد ويستهين بمن يشاء ويأتي إلى هنا، والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يكتب هذا الرد بعد أن يطلع على مقالته. فهكذا كل واحد منهما قد كتب ثلاث مقالات، وانتهت أدلة كل ما كان يريد أن يقدم مولوي محمد بشير. وقال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: الآن كتب بما فيه الكفاية وليس عندك جديد، ولا بد أن تنتهي هذه المناظرة على هذا الأمر، وخاصة أنت عارضت عن شرط المناظرة، يعني يجب أن كان ينبغي أن نكتب وجها لوجه، والآن لا حاجة لأن أبقى هنا ما دمت تكتب في البيت، فيمكن إذا أردت يمكن أن تستمر المناظرة ونحن جالسون في بيوتنا حيثما كنا، فلا حاجة للبقاء هنا. وهكذا انتهت المناظرة، وعند الانتهاء جاء مولوي محمد بشير وقال للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: أكن لك احتراما كبيرا وأعتذر إليك على ما سببت لك الإزعاج لهذه المناظرة. وفي النهاية نشرت تفاصيل هذه المناظرة في كتاب، وهذا الكتاب أيضا مترجم الحق دلهي مناظرة الحق دلهي. هذه المناظرة نشرت تفاصيل هذه المناظرة في هذا الكتاب. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. والآن الاتصالات. الأخ حميدي نور الدين من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ محسن من تونس، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم الأحباب الكرام، بارك الله فيك وعليكم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا ممكن أن نهتدي له، هدانا الله الحمد لله على كل حال، ونحمده ونشكره على هذه النعمة. محسن قبل البيعة ومحسن بعد البيعة، ما شاء الله. محسن قبل البيعة ومحسن بعد البيعة. الإنسان لا كان لا يعرف من الحياة شيء، لا يدري ما هي الحياة وما هو الدين وما، والحمد لله يا رب كرمنا وقعدنا معناتها بقينا في 11 سنه في سلام. اسمعني؟ نعم اسمعك. اسمعني؟ نعم. تسمعني؟ نعم نعم. سلام. نعم اسمعك. تفضل. صوتك واصل. سلام. بارك الله فيك. ابو الخير من تركيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. في مشكلة في الصوت كنترول. نعود إلى الأخ نور الدين من الجزائر، السلام عليكم. طيب يبدو هناك مشكلة في الاتصالات، نعود إليكم الإخوة الأكارم
طبعا أرجو المعذرة تأخرنا عليكم. فقط أود أن أقول تعقيبا على ما حدث مع المولوي محمد بشير البهبالي، يعني كان واضحا أنه يوافق على هذه الفكرة، بل كان مؤمنا بفكرة أن المسيح قد توفي بعد أن تحدث مع المولوي محمد أحسن الأمروهي الذي كان صديقه وزميله. فللأسف خوفه من الناس هو الذي منعه من أن يتقدم، وهذا في الواقع يحدث مع كثير من الناس. لذلك يجب على الإنسان أن يدرك بأن الإيمان يحتاج إلى الشجاعة وإلى التوكل على الله تبارك وتعالى، لأن هنالك أناس في الواقع لا يكفيهم أو لا يكون تكون مسألة القناعة هي المسألة الحاسمة في حياتهم، وإنما يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فهذا يجعلهم ينحدرون شيئا فشيئا في الأمور الخاطئة، أولها الابتعاد عن الحق، ثم بعد ذلك تبدأ خطوات الابتعاد بالانحدار بهذا الشخص بحيث يصبح في يوم من الأيام عدوا للحق. لذلك هذا الدرس الذي سمعناه من أن هذا المولوي وقف لكي يناظر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في فكرة هو كان يؤمن بها سلفا، فقط من أجل أن يبرئ نفسه من لوم المجتمع، وهذا في الواقع شيء مؤسف للغاية. نعم، الاتصالات جيدة، كنترول. هل طبعا هناك مشكلة في الاتصالات، إذا نخرج إلى فاصل قصير، لكن قبل الفاصل طبعا أستاذ تميم، رغم هذه المعارضة الشرسة التي لقيها المسيح الموعود عليه السلام، يعني ماذا ممكن أن تقول؟ يعني الواقع أن هذه المعارضة في النهاية أدت إلى أن توجه الناس إلى أنه لا سبيل إلا أن يقفوا أمام الأمر الواقع، وأن يقفوا أمام الحق، وأن يعرفوا الحق، وأن يتفحصوا هذا الحق. يعني الأساليب الملتوية، الكذب، التزوير، التزييف، الهجوم، التشويش، كل هذه الأمور ستسقط، لأن الإنسان المزور والمعارض بطريقة ملتوية، بطريقة خبيثة، بطريقة خسيسة، سيكشف نفسه أمام الناس، سيدرك الناس بأن هذا الشخص يحاول التغطية عن الحق. فلذلك كما قلنا وجد العقلاء من أهل دلهي أنه لابد أن تجري هذه المناظرة، والعلماء من دلهي، وهنا مهم جدا أن نتذكر لماذا دلهي. دلهي في الواقع كانت مركزا للعلوم الدينية والعلوم المتنوعة في فترة في ذلك الوقت ومنذ فترة أيضا سابقة. بعد الاتصالات نعم. نأخذ اتصالات. الأخ علاء عثمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. اهلا اخي محمد، السلام عليكم وعلى جميع الاخوه الافاضل في الاستوديو وجميع المشاهدين الكرام. بارك الله فيك. اود الحديث هنا عن حياه والدي قبل وبعد البيعه، لانني في ذلك الوقت في السبعينيات كنت طفل صغير. نعم. واود ان اتحدث باختصار شديد ان شاء الله عن تجربه والدي قبل وبعد البيعة. فقد بايع والدي واسمه محمد عثمان من سوريا مع قلة قليلة جدا من الرجال في منطقة تشوبها الكثير من الخرافات والأكاذيب والدجل الديني للأسف، والذي كان يمر طبعا على الجميع، فلم يكن هناك جرأة من أحد لكي يقول لا هذا خطأ على أبسط المسائل، ومنها مثلا صعود المسيح الناصر عليه السلام بجسده إلى السماء، وهو أمر خارق لسنة الله عز وجل بكل المقاييس، ولكن لا أحد كان يجرؤ على التفكير بأن هذا لا يمكن أن يحدث. ولا ننسى طبعا موضوع الدجال وحمار الدجال والخرافات المتعلقة بحمار الدجال والجن، ولكن حقيقة وبعد الإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام
انقلبت الخرافات إلى أمور منطقية بالشكل الصحيح والتي لا تنتقد سنة الله عز وجل. لقد تكلم والدي عن هذه الأمور كثيرا بحرقة شديدة عن حاله والتفكير الأعوج الذي كان يسير به قبل البيعة، وما زال ملايين الناس للأسف يسيرون به لأنهم لم يقبلوا دعوة المسيح الموعود عليه السلام ولم يؤمنوا به، والذي جاء لإيضاح المقصود من كل ما سبق ذكره وغيرها من الأمور الملتبسة. أدعو الله تعالى أن يهدي الناس لقبول دعوة الإمام المهدي عليه السلام، والذي جاء مصداقا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسلام عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام. جزاكم الله أحسن الجزاء. الأخ حسان من الجزائر، السلام عليكم. أخ حسان السلام عليكم. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الله وعلى عبده المسيح المولود. من أهم التجارب الروحانية بعد البيعة هي الشوق لنيل رضا الله تعالى والتقرب إليه والتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنشوة الروحانية التي ينالها المؤمن بعد القيام بالأعمال الصالحة واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، القوة الحافظة التي ينزلها الله تعالى على عبده بالملائكة بمساعدته على الارتقاء لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا ما لم نجده قبل الأحمدية. فبعد البيعة أصبحنا نعيش ونشعر بحقيقة اتفاق الله تعالى الرحيمية، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله أحسن جزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ خالد بركات من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شوي شوي تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأقر وأعترف وأزعم أن الإمام المهدي هو المزاح الموعود. صوتك تسمعني؟ لا، في تشويش بالصوت. لا لا. لو تتكلم بشويش يمكن الصوت يصل أحسن. تفضل. بقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأعترف وأزعم أن الإمام المهدي هو المسيح الموعود. جميل. أما عن صدقه فسبحان ربي العظيم هذا بوجه كذاب. نعم. وصدق قول الإمام، وصدق قول الشيخ ابن خلدون أنه أول من يعاديه العلماء. وأقول له متغيظا، فإن الحق أبلج والباطل أزلج، والله ناصره ومتم دعوته إلى يوم الدين ولو كاد الكائدون ولو مكر الماكرون. نعم. وأقول أن الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بأن آيات صدقه وصحاته في الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وضح صورتين للمسيحين. عزيزي فمسيح أجدى الجنح أقنع الأنف. في مشكلة بالاتصال معك عزيزي، لو إن شاء الله بكون الصوت أفضل. نخرج مشاهدينا الأكارم إلى فاصل قصير، نستمع إلى قصيدة من قصائد سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام. كونوا معنا. الحوار المباشر، جرأة في الحق، صدق في العرض، محبة في الحوار، واحترام للرأي الآخر.
سيد الرسل أحمد رضيناه متبوعا وربي ينظر ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لياليها تصور أبعد نبي الله شيء يروقني أبعد نبي الله شيء يروقني أبعد رسول الله وجه منور عليك سلام الله يا مرجع الورى لكل ظلام نور وجهك نير ووالله إني قد تبعت محمدا ووالله إني قد تبعت محمدا وفي كل آن من سناه أنور وفوضني ربي إلى روض فيضه وإني به أجني الجنى وأنضر ولدينه في جذر قلبي وإن بياني عن جناني يخبر ورثت علوم المصطفى فأخذتها وكيف أرد عطاء ربي وأفجر وإن كلامي مثل سيف قاطع وإن بياني في الصخور يؤثر وهل جائز سب المؤيد بعدما أتت آية المولى وظهر المضمر ووالله إني جئت منه مجددا بوقت أضل الناس غولٌ
سخروا وعلمني ربي علوم كتابه وعلمني ربي علوم كتابه وأعطيت مما كان يخفى ويستر وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج دين حزب تظهر وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج دين حزب تظهر. نعم، وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج دين حزب طهروا. الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وفي كل حين، وله تعالى كل حمد الحامدين. ماذا كانت خلاصة مناظرة دلهي؟ وما هي الأفكار التي قدمها المولوي محمد بشير البوبالي؟ وماذا كان رد المسيح الموعود عليه السلام؟ أستاذنا تميم، بارك الله فيك. يعني الواقع أن الدليل الذي أراد أن يرتكز عليه المولوي محمد بشير البوبالي في إثبات حياة المسيح كان آية واحدة من القرآن الكريم بصفة عامة، وقال بأنها تفيد قطعا أن المسيح حي في السماء. ما هي هذه الآية؟ هي قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وهي الآية 160 من سورة النساء. قال إن هذه الآية تقول بأن المسيح سيأتي في يوم من الأيام، وعندما سيأتي سيؤمن به أهل الكتاب، وهذا يدل على أنه حي في السماء، وعلى أن وأن يعني تحقق هذا النبأ في المستقبل يفيد. هذا قول المولوي محمد بشير. نعم، يعني يفيد ماذا؟ يفيد بأنه حي في السماء. المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قال له كما جاء من قبل أن المشايخ قالوا لا، هذا لا يمكن أن تستدل منها. هو في الواقع على فكرة، يعني هنا شيء على الهامش، المشايخ كانوا واثقين وعلى رأسهم محمد بشير البهبالي أنه لا سند مطلقا في القرآن الكريم ولا حتى في الحديث على أن المسيح حي في السماء. حتى هنالك قصة أن يعني الشيخ محمد حسين البطالوي في مرة من المرات قال بأن الميرزا يتحدث عن المسيح وأن المسيح توفي، ولكن هذا الأمر ليس صحيحا. فقال إنني أنا سآتيك بالأمر اليقيني، وأنا أعرف الميرزا وأنا أستطيع أن أقنعه بأن يغير هذه العقيدة. فذهب إلى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وقال له المولوي محمد حسين البطالوي يقول بأنك تقول بوفاة المسيح، فإذا كان المسيح ولكنه حي في السماء، فإيتني أو اكتب لي، يعني أو أنا سأذهب إلى المولوي محمد حسين البطالوي
طلب قال له سوف أتي بعشر آيات. نعم. ذهب إلى المسيح الموعود المسيح الموعود قال له لا يوجد عنده ولا آية واحدة. فليأتي بالآيات. المهم ذهب قال له أعطيني خلص. نعم. حسمت نعم. الموضوع مع الميرزا أنا سوف أتي له بالآيات. فقط بآية واحدة. فغضب البطالوي لماذا قلت له هذا ليس هناك آية في القرآن الكريم وقال الكريم له ممكن أن نستدل منها أن عيسى عليه السلام في السماء. وماذا قال أيضا؟ قال إنني كنت أحاول أن أبعده عن القرآن الكريم وأحوله إلى الأحاديث وأنت هكذا بغبائك من فوضك أن تقول له أتني بآية من القرآن الكريم؟ قال له إذا كان الأمر كذلك فأنا مع القرآن الكريم. يعني قال له يعني هذا يعني أنه لا يوجد آية في القرآن الكريم تتحدث عن وفاة المسيح؟ قال له نعم. قال إذن أنا مع القرآن الكريم وذهب وبايع المسيح الموعود. في القرآن الكريم آية يستدل منها بأن عيسى في حياته في السماء في وليس وفاته. حياة المسيح عليه السلام في يجب السماء. يجب أن نحضر لك فنجان قهوة أستاذني. نعم تفضل في الموضوع. نعم نعم. من خلاصة المناظرة. فبالنسبة للمناظرة ارتكز على هذه الآية ليقول ماذا؟ ليقول إن هذه الآية تفيد حياة المسيح في السماء. فقال له أولا أنت تقول بأنها آية قطعية. و إذا كانت قطعية معناها إذا وجد أو ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فهل فسرها المفسرون جميعا على أنها تفيد حياة المسيح في السماء؟ لا طبعا، بل على العكس قالوا بأن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته به أحيانا تعود على الكتاب وأحيانا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أهل الكتاب سيؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ وفيما يتعلق بموته وأحيانا قيل بأنها متعلقة بالمسيح وأحيانا بالكتاب، فهنالك أقوال كثيرة في هذه الآية. ولا يوجد ومهما قلت أولا لا علاقة لهذه الآية من قريب ولا من بعيد بحياة المسيح في السماء. فقال لا، هذه الآية تتضمن أن هذا الحدث سيحدث في المستقبل. لماذا؟ لأنها تتضمن الفعل المضارع الذي التحقت به نون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الثقيلة إذا التحقت بالفعل المضارع فهذا يفيد المستقبل. فهذه الآية ماذا تقول؟ تقول أنه في يوم من الأيام سيؤمن أهل الكتاب بعيسى عندما سينزل من السماء. قال له مع أن فكرة ارتباط هذا الأمر بنزول المسيح من السماء ليست يعني لا تثبت من هذه الآية، ومع ذلك استدلالك بأن المضارع عندما يلتحق به نون التوكيد الثقيلة يفيد المستقبل دائما ليس صحيحا، وسأقدم لك أدلة من القرآن الكريم تبين بأن قاعدتك هذه ليست صحيحة. أنت اعتمدت على قاعدة بسيطة يتداولها صغار المتعلمين للغة العربية، لأنه معروف يعني هو عادة فعلا إذا التحقت نون التوكيد الثقيلة بالفعل المضارع فهذا يفيد المستقبل، هذا كقاعدة عامة. وإذا التحقت بها لام التوكيد إذا التحق بالفعل المضارع فهذا يفيد غالبا الحاضر، الوقت الحاضر. فلذلك قال إن هذه القاعدة يعني هذه الآية لا يمكن أن تعني هذا المعنى الذي تقوله. والأدلة أن القرآن الكريم دون الخوض في تفاصيل النحو والصرف وغير ذلك فيه آيات واضحة تفيد المستقبل، فيها لام التوكيد وفيها نور. القصد لا تفيد، وهو يقول أنها تفيد حصرا المستقبل، ولكنه قال يفيد أنها ليست المستقبل الحاضر أو الماضي. لا لا لا، القرآن الكريم يفيد بأنها تفيد الاستمرار التجددي. ماذا يعني؟ تفيد الماضي والحاضر والمستقبل، الثلاثة أزمنة. لأن إذا يعني بهذه الصيغة المشابهة هي التصاق أو التحاق لام التوكيد بأول الفعل ونون التوكيد الثقيلة في آخر الفعل. فقال الله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ماذا يعني؟ أننا دائما عندما يجاهد أحد فإننا نهديه سبلنا، وهذا ما كان في الماضي وما هو في الحاضر وما سيستمر في المستقبل. قال أيضا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فماذا يعني؟ أنني كنت دائما
أغلب أنا ورسلي في الماضي، وسأغلب أنا ورسلي في الحاضر، وسأغلب أنا ورسلي في المستقبل. ويقول أيضا من الآيات: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأيضا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يعني دائما الذين يؤمنون ويعملون الصالحات سيعدون عندنا من الصالحين. فكيف تقول بأن هذه الصيغة تفيد المستقبل حصرا؟ إذن استدلاله بطل من ناحيتين: أولا وجود تفسيرات كثيرة لهذه الآية ولا علاقة لها بحياة المسيح من قريب ولا من بعيد، هذه التفسيرات التي قال بها كبار المفسرين. ثانيا اعتماده على قاعدة مغلوطة وفهمه لهذه القاعدة المغلوطة وظنه بأنها تتعلق بالمستقبل حصرا، علما أن نظريته، وهذا ما ناقشه به المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أيضا، نظريته أن نظريته في تفسير هذه الآية أيضا غير منطقية. يعني ماذا يعني؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته. كل أهل الكتاب، كل أهل الكتاب سيؤمنون به عندما سيأتي المسيح بغض النظر. طيب الله تبارك وتعالى قال: وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهنالك آيات كثيرة تدل على أن اليهود والنصارى والآخرون لن يفنوا فناء تاما، وإنما سيبقى هؤلاء إلى يوم القيامة. فكيف يمكن أن يأتي يوم بحيث يؤمن الجميع بعيسى ابن مريم عليه السلام؟ فدمر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذا الاستدلال من جميع الجوانب. أستاذ فتحي، ماذا فسر المسيح الموعود عليه السلام هذه الآية في كتبه: وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم: إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، يذكر الله سبحانه وتعالى الادعاء المعلن من اليهود: قتلنا المسيح. ولكن هناك آخرون يؤيدون رأي اليهود ولكن من باب آخر، فاليهود أرادوا بذلك اللعنة: قتلناه، إذن هو ليس، يقولون رسول الله سخرية يعني، ولكنهم يقصدون أنه لعن لأننا صلبناه، قتلناه وصلبناه. والآخرون يقرون بقضية اللعنة بناء على أنه صلب وعلق على الخشبة مصلوبا ميتا، ولكن من باب أنه فداهم. هنا ماذا كان موقف الله سبحانه وتعالى؟ يبين المسيح عليه الصلاة والسلام أن الله بدأ بأنه قال: وما قتلوه وما صلبوه. أولا نبلغكم أن هذا القول غير صحيح. ثانيا إنكم تقولون قتلنا والآخرون يقولون قتل وصلب. سأقول لكم أشياء هي اليقين ولكن شبه لهم، خيل إليكم، وإن الذين اختلفوا فيه، اختلفتم فيه، لفي شك منه تشكون، ما لهم به من علم، ليس عندكم يقين راسخ. العلم اليقين الراسخ، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما في أيديكم ظنون وتأويلات واحتمالات، وما قتلوه يقينا. الله سبحانه وتعالى بهذا البيان تحداهم أن ينفوا هذا. هذا التحدي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول مثل تحدي الله لليهود تماما، وهو: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعلم الله بهذا التحدي أنهم سيتراجعون وسيبهرهم النور،
وكون اليهود لم يعلنوا أنهم يتمنون الموت، عدم إعلانهم هذا ورعبهم دل على كذب دعواهم أنهم شعب الله المختار، وبالتالي بقيت حجة عليهم وذلة إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى هنا نفس الشيء، كأنه أراد أن يستفزهم أن يخرجوا ويقولوا لا إننا مستيقنون، فكونهم لم يخرجوا ويقولوا نحن على يقين أنه قتل وصلب، هذا سجل في تاريخ نزول الآية وفي تاريخ القرآن وتاريخ الأديان أنهم بذلك قد فروا، وملكهم الرعب وبهرهم نور القرآن الكريم، وبالتالي سجل على أجيالهم أن يقضي الله في أمرهم بنصر الإسلام نصرا كاملا ليظهروا على الدين كله. هنا مسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بيقول إن اليقين في الأمر أنهم يشكون، الذي في قرارة قلوبهم وفي اعتقادهم، لو دخلت إلى قلوبهم والله يعلم ما في قلوبهم، أنه المسيح لم يموت يقينا. فقال الله وإن من أهل الكتاب إلا جميعا يؤمنون بما قلت، أنه لم يشكون، أنه ليس بيقين، وأنهم اختلفوا، وأنه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الله يقول ما من أهل الكتاب أحد إلا وفي قلبه أن الذي قلته الآن لهم هو الحق. فقولهم إنا قتلنا، لا، هم ما منهم أحد إلا ويوقن بأن قولي أنا هو الحق، وأنهم الحق أنهم في شك، اليقين أنهم في شك، هم يؤمنون أنهم في شك. ومعنى كده ايه؟ معنى كده ان الله سبحانه وتعالى يفضح ما في اعماق القلوب، وهذا امر عقلاني، لانه في كتبهم وفي الانجيل ان قضية وفاة المسيح على الخشبة مشكوك فيها. يعني اذا الذي الاحداث التي يؤمنون بانها حدثت، الاحداث التي في الانجيل كلها تدعو إلى الشك في قضية الموت، والشك بالتالي في انطباق فعل صلب على المسيح الموعود، لأن الصلب هو الموت على الخشبة، والصلب هو سيلان نخاع العظم، والصلب هو سيلان صديد الموتى. إذن هم على حسب الإنجيل ليس هناك فيه أي يقين، والأبحاث جارية وشغالة وثبت منها أنه نزل حيا. إذن هنا المسيح عليه السلام يقول إنهم اليقين الذي عندهم أنهم في شك، ثم يقول بعد ذلك إن الله يقول إن ها أنا ذا أخبركم بأنني رفعته، توفيته وفاة طبيعية، ورفعته كما أرفع كل الصالحين، هذا أقول لكم، وبالتالي فأنتم توقنون بشككم وأنتم تؤمنون بشككم قبل أن يأتيكم الخبر اليقين الآن، وهو أنه مات عليه الصلاة والسلام. وأيضا وضح في المعنى عبارة أحب أقرأها، وهو أنه لو جلس أحدهم يفكر بعد نزول القرآن ونزول هذا البيان فيقول أن الله قال في هذه الآية أن اليهود والنصارى يؤمنون ببياننا هذا بالاتفاق على أن المسيح لم يمت حتما على الصليب، وليس لديهم إلا الشكوك والشبهات فقط بهذا الصدد، فإنهم يؤمنون بالأحداث التي سبقت موته، وهي أحداث كلها تدعو إلى الشك، قبل أن يؤمنوا بموت المسيح الطبيعي الذي حدث في الحقيقة، يعني الموت الذي أخبر به القرآن، لأنه ما دام المسيح لم يمت على الصليب، الأمر الذي كان اليهود والنصارى يريدون أن يستنتجوا منه نتائج معينة، وهي إثبات اللعنة بأغراض مختلفة، فصار إيمانهم بموته الطبيعي محتوما عليهم الآن،
لأن الذي يولد سيموت حتما، فإن تفسير العبارة قبل موته يعني قبل إيمان أهل الكتاب، قبل إيمان هذا الكتاب بموته، إنه على يقين بشكه حتى جاءه خبر القرآن فيؤمن الآن بموته. هذا التعبير الجميل، قد أوحاه الله وألهمه للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وأقسم بالله أن هذا التفسير وهذا المعنى قد ألهمه الله لي أثناء كتابتي تفسير الآية في كتابة إزالة الأوهام. يعني هنا أود أن أقول كالتالي: هذه الآيات على فكرة تضمنت إعلانين هامين جدا. الإعلان الأول وهو أن المسيح لم يموت مقتولا على الصليب. تخيل القرآن الكريم يعلن يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والإعلان الثاني أنهم مختلفون في مسألة أنه قد مات على الصليب، يعني لا يوجد لديهم يقين بأنه مات على الصليب قطعا، وإنما هم يشكون في ذلك، وهذا الخلاف كان موجودا. فتخيل هذه في الواقع معجزة من معجزات القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطلعا، والمسلمون والعرب لم يكونوا مطلعين على ما كان يدور حقيقة بين المسيحيين في تلك الفترة، وهذا ما ثبت في الإنجيل أنهم كانوا يشكون، حتى أن بولس قال: إن لم يكن المسيح قد قام من بين الأموات فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. وكان في خلاف، يعني في خلاف قال هذا القول بولس، إذن كان هناك نقاش في الموضوع بالضبط، وإلا ما الضرورة أن يقول هذا هذه المقولة مقولته بالضبط. فكيف أعلن القرآن الكريم هذا الإعلان العظيم؟ هذا دليل إعجاز قرآني، أنه يعلن إعلانا دون أن يذكر التفاصيل، وإنما يقول المسألة كلها شك في شك، وهؤلاء مختلفون في هذه المسألة أصلا. فالآن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فسرها بطريقتين جميلتين رائعتين على الأقل، طبعا هنالك أكثر من تفسير ولكن سنركز على هذين التفسيرين. التفسير الأول هو أنهم في شك، أنهم إيمانهم مبني على الشك. فالله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. بماذا؟ بأن المسيح عليه السلام، يعني بأن مسألة أن المسيح قد مات على الصليب مشكوك فيها، يعني إيمانهم يؤمنون بأن مسألة موته على الصليب مشكوك فيها، ولكن ماذا؟ هذا الأمر الآن عندما أعلن الله تبارك وتعالى هذا الإعلان القرآني، فعند ذلك تدمرت هذه العقيدة ولم يعد هنالك أي إمكانية لأن يتمسكوا بها. يعني تقدير هذه الآية: لا يؤمنن به، الشك في القتل والصلب قبل موته، قبل إعلان موت المسيح من خلال القرآن الكريم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أيضا، الله تبارك وتعالى يتعجب ويريدنا أن نتعجب من هذه العقيدة المبنية على الشك بالكامل، عندما يقول بعد أن ذكر بأن المسألة كلها شك في شك قال: وإن من أهل الكتاب، كل أهل الكتاب يؤمنون بأن المسيح مات على الصليب رغم أنها مسألة مشكوك فيها، ولكنهم بعد موتهم، بعد موته تصبح تعود على الكتاب، سيكتشفون أن هذه الحقيقة باطلة. فتقديرها يصبح: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي في القتل، بالقتل والصلب قبل موته، قبل موت الكتاب، لأنه بعد الموت سيعرف أن هذه الفكرة خاطئة. فانظر فعلا ما أجمل هذا التعبير وما أجمل هذا التفسير الذي قدمه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى جوانب جميلة أخرى متعلقة بحياة المسيح ووفاته بعد ذلك. جزاكم الله أحسن الجزاء. اتصالات. الأخ نور الدين من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. حياك الله أخي محمد وحيا الحضور. شكرا. رحلتي إلى الأحمدية، كنت قبل البيعة ميتا روحانيا، بعد البيعة لسيدنا الخليفة ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز أصبحت حيا. كيف ذلك؟ كنا نقرأ القرآن الكريم ولا نفهمه الفهم الصحيح ولا نعيشه، ولكن بعد البيعة أصبحنا نقرأ القرآن ونفهمه الفهم الصحيح. قال تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
لا تحزن إن الله معنا، ما بالك باثنين، الله ثالثهما. كنا نقرأ قصص الأنبياء ولا نفهم الفهم الصحيح لهذا القصص، لكن بعد البيعة أصبحنا نفهم ونعيش قصص الأنبياء. قال تعالى: وبهداهم فاقتدي. وكنا نقرأ تأييدات ونصرة الله سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله عنهم، وأصبحنا بعد البيعة نعيش على المباشر هذه التأييدات والنصرة. ما شاء الله. إنها باختصار البعثة الثانية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأول من رأى هذا التغيير الإيجابي فيهم أفراد عائلتي الكريمة. لما سألوني عن سبب هذا التغيير فأشرت لهم إلى قناة الآتي، وأبلغتهم بأن الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام الذين تنتظرونه قد أتى، وهو من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكانت هناك هداية والد المرحوم المصطفى رحمه الله، وكان يقول كلام جميل جدا عندما يرى سيد الخليفة: انظر على وجهه نور، فهذا الرجل إذا رأيت وجهه كل يوم فأنت فائز. حقا لولا سيدنا الخليفة الخامس ومراسلته وأدعيته لما حققنا أي تقدم، لا روحاني ولا مادي. فإذا أردت أن ترى حياء الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه وإيثاره ومعاشرته فستراها متجسدة في سيد الخليفة الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز. وآخر دعوانا أن الحمد للذي هدانا مناهج حزب طهر، وآخر دعوانا أن الحمد كله لرب يرى حالي ومقالي وينصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محسن، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. تسمعني؟ نعم أسمعك. الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله على كل حال، الله يبارك فيك. محسن قبل البيعة والستار، محسن قبل البيعة وبعد البيعة. ربي سبحانه وتعالى في القرآن قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمثله في الظلمات ليس بخير منها. تسمعني؟ نعم أكمل عزيزي، أكمل. إذا لا أسمع سوف أخبرك، بدلا أن تقول مرارا أو تكرارا. نحن نسمع. أهز برأسي، عندما أهز برأسي أنا قبل البيعة وبعد البيعة المحسن. تسمعني يا أخي محمد؟ بارك الله فيك. نعم عزيزي، يمكن في عندك مشكلة في الاتصال، نشوف الإخوة في الكنترول. أبو الخير من تركيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا، نصلي وسلم على رسول الكريم محمد أبو القاسم وعلى آله الأبرار وجميع صحابته الإخيار، ونصلي على المسيح الموعود وعلى جميع الخلفاء الصادقين، ونرفع اسم آيات الحب لخليفتنا الخامس أطال الله في بقائه. نحييكم بأطيب التحايا أستاذنا سيد محمد، لك ولجميع الجالسين بقربك ولكل الأخوة الأحمديين في كل بقاع الأرض. سيدي، أود أن أتحدث قليلا عن أثر البيعة في حياتي. ليس لي شيء، إنما لكي يسمع كل من يتابعنا ويشاهد هذه البرامج التي أسأل الله العلي العظيم أن يجزي كل القائمين عليها خير الجزاء. أقول وليسمع كل الذين يعارضوننا، ليس لي شيء، إنما لأنه قال له شيخ أو سمع أحدا قال له أننا خارجون عن الإسلام، ولم يكلف نفسه أي عناء أو يفكر هو بعقله وأن يبحث عن الحق. نعم نعم يا سادة، لقد كنت واحدا منهم إلى أن من الله علي بالهداية واتباع هذه الجماعة المنصورة. أقول المنصورة لأننا على الحق بإذن الله. وأدعو جميع الأخوة من كافة المذاهب، أدعوهم إلى أن يذوقوا حلاوة اتباع هذه الجماعة المباركة، وإلى ركوب سفينة النجاة، سفينة الأحمديين، لأننا نتمنى أن ندخل الجنة ونشهد الله، نتمنى أن ندخل الجنة وأيدينا في أيديكم. أيها سادة، ما بالكم في جماعة عنوانها العريض، عنوانها العريض الحب للجميع ولا كراهية لأحد، الله أكبر. وأزف إليكم وعلى الهواء الآن ببيعة ابن الثاني للجماعة المباركة، الجماعة التي لن ترى مثل ترابطهم ومحبتهم لبعضهم البعض، وذلك تصديق لحديث المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله العلي العظيم أن يهدي جميع المسلمين إلى الطريق المستقيم. وفي الختام كل الحب والتقدير لكم يا سادة من جميع أخوتكم الأحمديين في تركيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ مراد من الجزائر، السلام عليكم. ما شاء الله الجزائر اليوم اتصالات كثيرة، بارك الله لهم وثبتهم الله وجزاهم الله أحسن الجزاء. تفضل الأخ مراد. لا يقدر يقول يا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدون إطالة، مراد قبل الأحمدية كنت مسلما بالتقليد، أعتقد بوحدانية الله بالمساجد واللفظ فقط دون القلب. كنت لا أقرأ القرآن إلا نادرا، وإن قرأته فلي تجاوز أنظرته. كنت أصلي دون الحفاظ على وكافية، الفجر نادرا ما أصلي، ثم تهجد في الأصل بعد الفجر. كانت الصلاة عبء ثقيلا نرتاح بعد أدائها. الكيس البيضاء وجدنا فيها حيمة فرعية، نستعين بها في سبيل خلص من أي مأزق ومشكل معه. كنت أعتقد بالجن السبحي الذي أرعبنا به منذ الصغر، كونه خارق القدرات ويستطيع أن يضر بالإنسان في أي وقت ومكان، والقائمة طويلة. باختصار كنت جسد بلا روح، أي ميت الروح عندي. أما بعد الأحمدية فالحمد لله زالت كل تلك المستويات عن أفكاري ومعتقداتي، فأصبحت أتشوق إلى العرفان الإلهي ولقراءة القرآن والتفكر فيه. أصبحت أحب الصلاة وأجد فيها نشوة ولذة وأرتاح فيها وأحافظ عليها مع التهجد. أصبحت لا أعتقد بالجن الشبحي المزعوم، لأنه لا وجود له في الإسلام إلا في تفاسير المشايخ. أصبحت أصدق القول مهما كان الأمر والحال. أصبحت أهتم أكثر بحقوق الله والعباد، وأصبحت أحبهم أكثر رغم كل المعارضين، لأنهم قوم لا يعلمون الحق. باختصار أصبحت حيا من جديد. وفي الأخير أقول أن الأحمدية عين، إذا اتصرف أحد منها فيود أن يشرب أكثر فأكثر دون الإرتواء، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، عين يشرب بها عباد الله يتبرون لنا تبديرا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله ما شاء الله. الأخ معتز قزق من كندا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل، ماذا تحدثنا؟ بارك الله فيك. حقيقة هذا الموضوع الذي تطرحونه مهم جدا، واسمح لي أستاذ الفاضل أن أتكلم عن تجربتي في موضوع وفاة المسيح عليه السلام. حقيقة أنا يعني تربيت في عائلة أحمدية، ولكن كان توجهي للمشايخ للمساجد، فكنت أدرس في المساجد ونحضر الدروس والحضرات. وكنا عندما نخرج من المسجد حقيقة أنا وأصدقائي ننظر إلى السماء ونقول متى سيأتي المسيح ابن مريم لنكون من أتباعه. وكنت أقول عندما كنا نتناقش أنا وأصدقائي، أقول والله إذا جاء المسيح أنا سأكون أول جندي أتبعه وأحارب وراءه. لم يكن عندي فكرة عن الفكر الأحمدي، فقط كنت أعرف أن أهلي أحمديين، ولكن ما هي التفاصيل ما كنت أعرف. فجاء يوم من الأيام أخي الكبير سافر إلى دمشق وعاد إلى حلب، كنت في تلك الفترة أدرس في حلب، فرأيته يصلي صلاة فيها خشوع. قد أثر في هذا الموقف عندما رأيته وهو يصلي ويبكي في صلاته ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما انتهى سألته، يا أخي ما الأمر؟ ما الذي غيرك؟ فقال لي هل شعرت بتغيير؟ قلت نعم هذا واضح، فأرجو أن تخبرني. قال تريد أن تسمع؟ قلت نعم اخبرني. فقال لي خذ هذه الأوراق واقرأها. بفضل الله سبحانه وتعالى منذ صغري كنت مهتما بقراءة القرآن، حتى كنت أقرأ ساعات في القرآن الكريم. وهذا تأكيدا لما قاله أخ قبلي
أننا قبل الأحمدية كنا نقرأ القرآن ولا نفهمه. كانت الآيات التي كتبت في هذه الأوراق عن حياة عيسى عليه السلام، هذه المسألة، مسألة حياة عيسى عليه السلام، كانت مهمة بالنسبة لي، وهي حقيقة مهمة لكل الأمة، وعلى الأمة أن تهتم بهذا الأمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرن هلاك الأمة بمجيء المسيح عليه السلام، قال كيف تهلك أمة أنا أولها والمسيح آخرها. عندما قرأت الآيات وقرأت أن الله سبحانه وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام غيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كان موجود قد كتب في تلك الأوراق تحت هذه الآية معنى كلمة توفيتني، أي أمتني. حقيقة هنا كانت الصدمة بالنسبة لي، قلت إن الطفل في بلادنا يعلم معنى هذه الكلمة، فإذا قلنا توفي فلان سنقول رحمه الله ويقرؤون الفاتحة عليه مباشرة، لا يخطر ببالنا إلا أن معنى الوفاة هو الموت. قلت يا رب كيف قد قرأت هذه الآية آلاف وآلاف المرات ولم أنتبه إلى هذه الكلمة، ولم أنتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أمات عيسى ابن مريم. أثر ذلك في نفسي، أكملت الأوراق، قرأت الآيات، قرأت الأحاديث، زاد تأكدي وزاد تعجبي أننا كيف نقرأ القرآن ولا نفقهه ولا نفهمه، ولم نفهم هذا السر. عندها تركت مدينة حلب وأوقفت دراستي واتجهت إلى دمشق، وبدأت أتحدث مع الإخوة الأحمديين وأقول لهم أريد أن أفهم فكرة هذه الجماعة. وبالفعل الله سبحانه وتعالى قد أكرمني ودرست الأحمدية، كنت أحمدي في الولادة وأكرمني الله سبحانه وتعالى أيضا في البيعة. عندما بدأت المسيرة في الأحمدية، حقيقة كان قبل الأحمدية نحن نحب الله، نقول نحن نحب الله، لكن الأحمدية جعلت حب الله سبحانه وتعالى مرسخا في القلوب، كنا نؤمن أن الله في السماء فوق، ولكن الأحمدية زرعت وجود وحب الله سبحانه وتعالى في القلوب، فصرنا نراه في داخلنا. لا أريد أن أطيل عليكم أسيادي وحضراتي، حببت أن أشارككم وأقول وأدعو الأمة وأدعو الجميع أن يهتموا بهذا الموضوع. فمسألة حياة عيسى عليه السلام أو وفاته هي مسألة مصيرية في حياة أمتنا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. نعم جزاكم الله أحسن الجزاء. يعني نبهتنا أخ معتز لأمر مهم جدا، يعني عائلة القزق بايعت وانضمت إلى الجماعة في حيفا قديما، وهنا الخطورة، يعني هنا لنا درس لأفراد الجماعة، لجميع الآباء من انضم إلى الجماعة أن يهتموا، يربطوا الأولاد بنظام الجماعة. يعني هو يعتبر نفسه ولد في عائلة أحمدية لكن كان لا يعتقد بمعتقدات الجماعة، وهنا الخطورة، لأن الأهل لم يربطوا الولد بالجماعة وبنظام الجماعة وبدراسة معتقدات الجماعة، وهنا الخطورة. فإذا أردنا أن نحفظ أولادنا ليكونوا فعلا من جماعة المؤمنين، لابد من ربط الأولاد بنظام الجماعة، ولهذا هناك نظام كامل متكامل في الجماعة. بداية الشجاعة، أن لا نخاف من المحيط الذي نعيش به، ونربي أبنائنا على الشجاعة بأننا نحن أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية، يكون نعرف الأولاد أننا أحمديون في أي منطقة كنا في العالم، في أي بلد، في أي قرية، حتى لو كانت الأسرة أسرة واحدة،
يجب أن يهتم ربط أبنائه، ربط الأسرة، ربط الزوجة بالجماعة وبنظام الجماعة، فهذا أمر غاية في الأهمية. القضية ليست مجرد أفكار جميلة، هنا أكرر مرارا وتكرارا، الأحمدية ليست فقط تفسيرات جميلة، لا، الأحمدية هي منظومة كاملة يعيش فيها الفرد بنظام الجماعة، لأن النظام يحمي الفرد، وهذا أمر غاية في الأهمية. أستاذ إسماعيل عبد القادر من هولندا، السلام عليكم. أستاذ إسماعيل، كنترول. أخ لطفي من الجزائر، السلام عليكم. طبعا طيب، نعود إلى الموضوع. بعد مناظرة دلهي عاد حضرة ميرز غلام أحمد عليه السلام إلى لوديانا. نحن نتحدث في ذلك الوقت، في ذلك الزمان، نتحدث اليوم 300 فوق 300 كيلو متر، أكثر من 300 كيلو متر من دلهي إلى لوديانا. وطبعا في ذلك الوقت وسائل كانت جدا ضعيفة، ليس سهل كيف كان يتنقل في الهند شمالا وجنوبا وفي كل في كل المناطق. بعد مناظرة دلهي عاد حضرته إلى لوديانا، وهناك أيضا لم يتوقف المعارضون عن التضييق والإساءة للأحمديين. ما عانته ما الأحمدية منذ البداية، ما يعانيه أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية منذ البداية، هي تماما سيرة جماعة المؤمنين في كل زمان. ما حصل مع جماعة المؤمنين في السابق هكذا يحصل، حصل منذ البداية الإساءة للأحمديين. نحن وأفراد الجماعة لا يسيئون ولا يضرون، بل يسعون لخير المجتمع، مع ذلك يساء لهم. فهذا ما حصل أيضا في لوديانا، لم يتوقف المعارضون عن التضييق والإساءة للأحمديين، إلا أن الله سبحانه وتعالى الذي وعد لأغلبن أنا ورسلي، ما كان ليدع هؤلاء المعارضين أن يحققوا مآلهم، فكان لابد من إظهار الآيات. وهذا ما قاله المسيح عليه السلام: ولو كنت كذابا شقيا لضرني عداوة قوم كذبوني وكفروا. فالله سبحانه وتعالى كما قلت كان لابد أن من إظهار الآيات تأييدا لمبعوث السماء. فماذا حدث بعد العودة إلى لوديانا؟ أستاذ نبي، بعد عودته سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من دلهي إلى لوديانا، كان الإخوة الأحمديون كانوا قد حضروا في لوديانا، وهناك المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد ألقى محاضرة بينهم، وحيث حضر الناس من المناطق المجاورة وخاصة من كفور ثلة ومن سيالكوت، فسروا كثيرا. وبعد المحاضرة كانت هناك جماعة صغيرة في منطقة اسمها كفور ثلة، هؤلاء كانوا يسكنون في مكان، يعني في لنقل في هارة، وكان بها مسجد. وعندما دخل كلهم في الأحمدية، وقبل ذلك أيضا كانوا يصلون في هذا المسجد، وعندما دخلوا في الأحمدية أخذوا يصلون في نفس المسجد، أنهم لم يتغير شيء. ولكن الذي حصل أن المعارضين قد رفعوا قضية حول ملكية هذا المسجد، قالوا بما أن هذا المسجد قد أنشأه في السابق قبل سنوات كثير طويلة، أنشأه شخص غير أحمدي، فلأجل ذلك ينبغي أن يعود هذا المسجد إلى غير الأحمديين، رغم أن هؤلاء الأحمديون هم الذين كانوا يصلون فيه أولا، وهؤلاء يصلون فيه الآن، وهذا المسجد في حارتهم. مع كل ذلك هؤلاء رفعوا القضية في المحكمة، وكان أحد أفراد هذه الجماعة اسمه فياض علي، وهو أحمدي من هذه الجماعة من كفور ثلة، كان موجودا في لوديانا واستمع إلى محاضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك قال له:
قال هناك قضية مرفوعة في المحكمة حول ملكية المسجد، وجميع زعماء المدينة والمسؤولين الحكوميين يدعمون الفريق الثاني الخصم، يعني الذين يقولون يجب أن يعطى لنا المسجد ويؤخذ من الأحمديين. وقال بأنه لا يسمع أحد قولنا نحن الأحمديين لأننا قلة، فنرجو أن تدعو لنا، تدعو لأن نأخذ هذا المسجد، أن لا يؤخذ منا هذا المسجد. فبعدما سمع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قال بصوت مرتفع يعني بجلال، قال إذا كانت هذه جماعة من الله، هذه جماعة الله، فسيعودن إليكم المسجد. فهذا الكلام كان وقعه كبيرا على الحضور وخاصة على فياضلي، بحيث رسخ الحق في قلبه وتيقن أن هذه الكلمات لابد أن تتحقق. والدليل على ذلك أنه عندما عاد إلى مدينته فأخبر الخصوم كلهم، قال أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قال أن المسجد سوف يعود إلينا وهذا الكلام سوف يتحقق. كذلك رغم الظروف المواتية، يعني الجميع هم معارضون والمسؤولون الحكوميون لا يسمعون وهؤلاء قلة، وكذلك ألصق كتب هذه الكلمات وألصقها في المسجد لكي يتذكروا بأن هذه هي النبوة وهذا هو قول للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى سوف يحقق هذا القول لأنه خرج كدعاء من لسان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. عندما جاءوا إلى المحكمة وكانت الجلسة الأولى، ففي هذه الجلسة القاضي أثار نفس النقطة، قال أن المسجد قد أنشأه شخص غير أحمدي، فلا بد أن يعود المسجد إلى غير الأحمديين، وعلى الأحمديين أن ينشئوا لهم مسجدا آخر منفصل. أصدر هذا القرار يعني شفهيا، ولا بد أن يكتبه لاحقا لكي يكون ينفذ وبعد ذلك يتم العمل عليه. بعد 3 أيام يعني عندما صدر هذا القرار أخذ الخصوم الذين قد انتشر فيهم هذا الخبر وهؤلاء قد أذعوا بأن هذا الكلام سوف يتحقق، أخذوا يعني يستهزئون بهم، كيف كنتم تقولون أن المسجد سوف يعود إليكم ولكن لم يتحقق شيء، ها هو قاضي قد أصدر القرار بأن يرجع المسجد إلينا ولم يصدر قرار وتفوه به القرار فقط دون أن يكتب القرار، يعني شفهي ولم يكتب. بعد 3 أيام عندما كان هذا القاضي كان على وشك الخروج إلى المحكمة، ويبدو أنه في ذلك اليوم ربما كان سيكتب القرار لكي يكون نافذا للعمل، فقبل خروجه أصيب بصدمة قلبية. يا جابوله كان قاعد على الأرجيلي. نعم على البرندة. قالوا جيب الأرجيلي ما بدي. أيوة. فطلب من خادمه لكي يربط شصع نعله، وإذ سمع هذا الخادم صوت، فعندما رفع نظره إليه كان رقبته هكذا موجة، يعني كأنه فارق الحياة في ذلك الوقت، يعني أصيب بصدمة قلبية حادة بحيث قتلته هناك وفارق الحياة. وهكذا عين قاضيا قاضي آخر لكي يتابع مجريات هذه القضية، فهو بدأ من البداية. وكذلك الأحمديون تواصلوا مع محامي آخر، وهكذا في الجلسة قرر هذا القاضي الجديد بأن المسجد يجب أن يعود إلى الأحمديين لأنهم أهل هذا المسجد، كانوا في السابق يصلون وهؤلاء أحق بهم أن يصلوا في هذا المسجد. وهكذا تحقق قول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. التحقق واليقين، يعني انظر اليقين، ماذا الإيمان؟ الإيمان هو يقين، حق اليقين. انظر، لا أحد يحرج نفسه إلا إذا كان بوصال مع الله سبحانه وتعالى، بتواصل مع الله سبحانه وتعالى، ولا يقول إلا إذا أكد الله سبحانه وتعالى له. فهذا هو اليقين الذي وصل إليه هؤلاء الأبرار، هؤلاء الأتقياء، وهذا ما يعود على أفراد الجماعة، اليقين.
علينا أن نكون شجعان، علينا أن نكون صادقين. الصدق هو الذي سوف يهدي إلى البر وسوف يهدينا إلى الجنة، الجنة الأرضية والجنة الأخروية، لكن وإلى يهدينا إلى اليقين، إلى حق اليقين. ولهذا علينا أن نعرف ما هي مغزى هذه الدعوة. الدعوة توصلنا إلى اليقين بأن لنا إله، وإذا الله سبحانه وتعالى أكد لنا شيء لا يهتز إيماننا ولا في أي ابتلاء. سوف يبتلى الأحمديون وهناك ابتلاءات كثيرة، لكن إذا لم نصبر ولم نثبت بكل لحظة فهناك يدخل سم عدم اليقين، سم الشرك الحقيقي الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى، وهكذا نحن ندمر إيماننا. نعم، بارك الله فيك. في الواقع في هذه القصة هنالك يقينان. اليقين الأول هو يقين المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بالله تبارك وتعالى الذي أنبأه في لحظتها بأن هذا المسجد سيعود إلى الأحمديين قطعا. تخيل يعني كيف يجرؤ المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام على ذلك إلا إذا كان على علاقة بعالم الغيب والشهادة العليم القدير، أخبره إن هذا المسجد سيؤول إلى الأحمديين في النهاية. اليقين الثاني هو يقين الذين آمنوا بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء عندما سمعوا منه هذا الكلام قالوا بما أننا نؤمن به فنؤمن أن هذا الكلام ليس من قبيل التخمين وإنما هو نبأ يقيني من الله تعالى، فلذلك أعلنوه كما ذكر أخي الأستاذ نديم، وحدث ما حدث بعد ذلك. ففعلا القضية هي أن اليقين ماذا يعني؟ يعني أننا نؤمن إيمانا صادقا بالله تبارك وتعالى وبقدراته وبعلمه وبمبعوثه الذي أرسله، وبقدر ما نكون متيقنين من هذا وبقدر ما نرقي إيماننا فإننا سنرى الآيات المتكررة. نحن نتحدث أيضا عن الخلافة وذكرنا هذا الموضوع، الخلفاء أيضا على خطى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. أنا أشهد شخصيا وأعرف أن إخواني يشهدون أن هذا الموضوع تكرر معنا في أكثر من موضع، أن يقول الخليفة شيئا قاطعا هكذا. نعم. لا يقول أي نوع من الاحتمال، يقول سيحدث كذا ويحدث كذا دون يعني، وتشعر بالجلال عندما يقول هذا الكلام. ففعلا هذا أمر مشهود جدا. نعم. في هذه القصة خاصة يعني عندما رفض القاضي الأول يعني قرر ضد الأحمديين، فمن هنا يتضح أن القضية لم تكن عادية. نعم. وإنما مواردة للأحمديين. صحيح. فلأجل ذلك قرر القاضي. ثانيا فرح الأعداء. نعم. يعني هذا أيضا الله سبحانه وتعالى قد أثبت، والأحمديون قد نشروا هذا الخبر في الخصوم، وفرح الأعداء بسبب القرار الأول. كل ذلك مع كل ذلك عندما يتحقق قول قاله المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يكون النبوة، يكون دليل على صدق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ودليل على أن هذا الكلام لم يكن منه وإنما من الله سبحانه وتعالى الذي هو يعين الصادقين، هو الذي حقق هذا لكن الكلام. لكن يجدر هنا فقط الانتباه إلى أن هذه الأمور هي ليست متعلقة بكل كلام مثلا يقوله النبي أو الخليفة، وإنما في أحوال بهذه الطريقة. يعني يقول المسألة في هذه الصورة الجلالية ويقول إن الأمر سيكون حتما هكذا فيتحقق، ولكن إذا لم يكن الله تبارك وتعالى قد أنبأه عن شيء ففي بعض الأحيان يعني يقول عليكم أن تفعلوا كذا وعليكم أن تفعلوا كذا وأن تدعوا الله تبارك وتعالى، ولكنها كما قلنا أحوال خاصة يظهرها الله تبارك وتعالى أحيانا من أجل أن يثبت المؤمنين ولكي يريهم أنه الإله العليم القادر الذي يؤيد عباده الصادقين. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وكم بقي معنا ولا انتهى الوقت كنترول؟ طيب، إذن مشاهدينا الأكارم إن شاء الله نكون غدا معكم لنستكمل هذا الموضوع. هناك مواضيع كثيرة، لكن يجب أن نعرف ونفهم وندرك هذه السنة، سنة الخادم الصادق
لمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نربط أنفسنا مع هذا الإنسان الذي هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام المهدي الذي تحدثت عنه الروايات أمور كثيرة جدا ومهمة جديدا ومهمة كثيرا عن هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي يعطى أنفه قوة شم شذى الغيب، كما علمنا الآن كيف أنه قال لهؤلاء سوف يعود المسجد لكم، فيقدر في معظم الأحيان على شم أمور مبشرة، هكذا أيضا خلفاء، هكذا الأولياء في هذه الجماعة. هذا الولي يحس رائحة كريهة لمكروه قادم، وعلى هذا المنوال يوهب قلبه قوة الفراسة وتلقى في قلبه أمور كثيرة ويثبت صدقها. إن شاء الله نتحدث عن ذلك غدا. بارك الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار المباشر، جرأة في الحق، صدق في العرض، محبة في الحوار، واحترام للرأي الآخر.